دوري في مشروعي ان انا اكون موجه ومرشد لمساعده المشاركين في هذه المسابقه لكتابه خطط المشاركين. طبعا من خلال خبرتي في السوق تقريبا تمتد ل 31 سنه تقريبا، 19 سنه مع شركه الوالد و 12 سنه بشركتي الخاصه. احاول طبعا من خلال هذه الخبره اللي اكتسبتها ان انا اساعد الشباب في بلوره افكارهم، ويعني على اساس انه يقدروا يشوفون مستقبلهم ومساعده طبعا اكتشاف ذاتهم. الحقيقه انا اتمنى ان يعني ان المسابقه دي تحدث فرق وتغيير ايجابي في حياه المشاركين المستقبليه. هذه طبعا فرصة مواتية لهم انهم يقدروا يكتشفون نفسهم، يكتشفون مواهبهم، يطورونها، وطبعا تساعدهم في المستقبل لاتخاذ القرارات الصحيحة. فاعتقد ان هذه فرصة جدا يعني لابد ان يستغلونها بشكل ايجابي.